على الهواء مباشرة. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة بتنضم لنا زميلتنا سمر يحيى من أمام مجلس الدولة. سمر برحب بيكي واديني تفاصيل عن الوضع عندك، تفضلي. شريف أحييك من أمام مجلس الدولة، حيث تستمر محكمة القضاء الإداري وغرفة العمليات في استقبال الطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات البرلمانية القادمة، والذي بدأ يوم الأحد واستمر لمدة 3 أيام، واليوم هو آخر يوم لاستقبال هذه الطعون، ينتهي في تمام الساعة 7 مساء من اليوم. يعني تجاوز عدد الطعون التي قدمت حوالي 220 طعن، يعني من المتوقع أن تزيد إلى 250 أو 300 طعن بنهاية اليوم. المحكمة ملزمة بنظر هذه الدعاوى في خلال 5 أيام أعمالا بمبدأ الشق العاجل للدعاوى، لأنها مسألة لا تحتمل التأخير. أما عن القضايا التي تنظرها اليوم محكمة القضاء الإداري في استبعاد مرشحين التابعين لأعضاء الحزب الوطني أو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، يعني معي الأستاذ مجدي حمدان وأحد المدعين في القضية رقم 31648 لسنة 69 قضيا، وهو أيضا الأمين العام للجبهة الوطنية لمكافحة الفساد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. القضية اللي حضرتك بتنظرها اليوم كمدعي، يعني تفاصيلها وصلت لحد فين، خصوصا في كذا قضية أيضا تنظر نفس الموضوع؟ النهاردة احنا تضمننا الأول في القضية اللي رفعها الأستاذ سمير صبري ضد أحمد عز ومجموعته، وبعدين القضية بتاعتنا اللي خاصة بكل أعضاء الحزب الوطني سواء مجالس محلية أو مجلس نواب 2010، وكمان أعضاء حزب الحرية والعدالة المنحل، لأن بينطبق عليه نفس المعيار بتاع الحزب الوطني، وأيضا كمان أعضاء حزب النور، لأن حزب النور قائم على مرجعية دينية، وبالتالي نحن نطعن في وجود هذا الحزب أو ترشح أعضائه على مجلس النواب. الطلب مننا ان احنا نستخرج بيان رسمي من المجالس النيابية بخصوص اعضاء 2010 محليات وشورى، وايضا الطلب مننا ان احنا نقدم حافظة بالاسماء المقترحة. احنا وجدنا ان الاسماء حوالي 300 اسم، هذه 300 اسم بتندرج في قوائم وعلى نازلة باسم احزاب معينة، بداية من حزب المصريين الاحرار وانتهاء بحزب الحركة الوطنية، حوالي 300 اسم، 86 اسم في اول حزب وحوالي 11 اسم في اخر حزب. جمعنا هذه الاسماء كلها وهنقدمها بكره للقضاء، وان شاء الله بكره يفصل المستشار الجليل نائب رئيس المحكمة في هذا الحكم. وانا يعني اتمنى ان تنظر كل القضايا غدا، لان الوقت اصبح ضيق جدا. ايضا في قضيه احنا رافعينها تاني بخصوص بعض الحركات التي تم حظرها في 2014 بعدم ترشح اعضائها، ودي هتنظر الاسبوع القادم ان شاء الله. النهارده انا بؤكد المصريين كلهم ان النظام الذي صار قامت عليه الثوره لن يعود مره اخرى. شكرا جزيلا. يعني شريف كان هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظه. ماشي يا سمر، شكرا جزيلا على كل المعلومات.